ومن الشركات المشاركة في فعاليات الدورة العشرين من المعرض الدولي للبناء بيلدكس 2023 شركة إسناد ستيل التي تعمل في مجال الإنشاءات المعدنية وتقوم بتنفيذ العديد من المشاريع ويديرها كادر هندسي متمرس يقوم بتصميم العناصر الإنشائية كافة بشكل آمن واقتصادي. شركة إسناد ستيل مقرة بمدينة عدرا الصناعية بالقطاع الخامس، متخصصة بتصميم وتصنيع وتركيب كافة المنشآت المعدنية مثل الهنجارات، المباني السكنية، أبراج الطاقة، أبراج الاتصالات والمنصات التشغيل، يعني كافة المنشآت المعدنية. حبينا نشارك بمعرض بيلدكس كونه من أهم المعارض اللي بتصير بالبلد، تجمع بين القطاعين العام والخاص، وأكيد بعد الانفتاح العربي والدولي اللي عم بيصير بسوريا حبينا نثبت وجودنا بالسوق السورية وننشر ثقافة المنشآت المعدنية بالبلد، ونقدر يا رب نقوم بسوريا ونرجع أقوى وأحسن من قبل.